مكملين اكيد بفقرات صباحنا لليوم، والفقره طبعا رشا يلي نحن كثير بنسال عنها وكثير في استفسارات حواليها، كيف نتعامل مع اولادنا وكيف بنكون نموذج او قدوه صح لهم؟ اكيد فرح، دائما نسمع شباب وصبايا بيقول لك انا ابي هو مثلي بالحياه او انا امي هي مثلي بالحياه، فهنن بالنهايه هي المؤسسه الاجتماعيه ان كان بدورك او بدور الاب. يعني هذا الطفل احيانا العكس صحيح، يعني بيطلع الطفل عنده عقد نفسية حاملها نتيجة معاملة الأهل أكيد تماما، وبيفرغها بأبنائه. يعني هي عم تتوارث القصة، فكتير اليوم مهم نحن نركز على معاملتنا للأطفال، لأنه نحن عم نبني، نحن عم ننشئ وعم نكبر، وهذا الشيء رح يكون رسالة لأبنائهم كمان. قد بيقولوا كمان أولادنا هن مرايتنا، كيف نحن منعاملهم وكيقدي عنا عادات صح، يمكن هن حيكون عندهم هي العادات يكتسبوها بدون نحن بطريقة التلقين. رشا عمل هيك، ساوي هيك، لا تساوي هيك، فأدي بتحسي هي الطريقة هي الصح لما بيشوفونا نحن صح، فهنا أكيد حيكونوا صح، لأنه الطفل بيقلد، فأنت بهذا التقليد يا بتقدمي له شيء الإيجابي أو الشيء السلبي. وبالنهاية بنرجع بنقول أنه أي شيء نفسي عم يحمل بقلب هذا الطفل وعم يكبر معه، فكتير مهم اليوم هدول اللي هن عن جد أمانة نحملها بشكل صح، بنقدمها للمجتمع بشكل صح. بالنهاية رح يقولوا الله يرحم أمك وأبوك اللي ربوك، صح؟ أكيد. لنحكي أكثر عن هي المساحة الاجتماعية حنروح لضيفتنا لليوم ونحكي عن أساليب المعاملة. معنا داليدا جبارة، صح الاسم؟ صح تمام. أخصائية إرشاد نفسي، صباح الخير. صباح الورد يا هلا. صباح الخير صباحي داليدا. يعني كثير حلو إنه تم اختيار هذا الموضوع، لأنه يعني في اسلوب بيئة التفكير عم نشوفه ابدا ما هو صح. لما نحن بنحاول يكون ابننا كثير صح وكثير منضبط، بس نحن بداخلنا ما لنا هيك. فخلينا نحكي اول شيء كيف الولد بيكتسب العادات وبيكتسب الاخلاق وبيكتسب كثير من التفاصيل من اهله اللي هن اول دائره ممكن بتكون بينشأ فيها الطفل. طبعا معك حق. بداية خلينا نعرف مفهوم الطفل. كثير من العالم بتقلك الطفل هو بس يوصل لعمر ال 12 سنة وما بعد، بتقلك خلص هذا ما عده طفل، كبر وصار ناضج. كثير من الأشخاص كمان بيوصل لعمر 9 سنوات بتقول إنه خلص هذا ما عده طفل. نحن من نلخص مفهوم الطفل إنه هو الشخص اللي من تحت ال 18 وما دون هو اسمه طفل، عنده حقوقه وعنده واجباته، بيتمتع بحقوقه وعليه واجبات لازم يعملها، مثل انه يسمع كلمه اهله او انه يلبي يلتزم بقواعد اللي عم يقولوها والدينه. عليه حقوق، شو هي هاي الحقوق اللي لازم نحن نعطيها لابننا لاطفالنا؟ حقه باللعب، حقه بالتعليم، حقه بالحماية، حقه بالطبابة إذا مرض نحن نقدر ناخده على الطبيب، على دكتور بالرعاية الصحية. إضافة لهذا الشيء لندخل لمفهوم الرعاية الوالدية، حقه بالرعاية الأبوية، حقه تماما كيناية. تماما يكون ضمن أسرة، ضمن أب وأم، تحت كنف والدين، ببيئة خصبة مؤهلة للأمان للاستقرار. تمام. معاملة والدية، لما نسمع كلمة معاملة والدية بتروح أفكارنا للشيء الإيجابي، إنه أنا عامله بطريقة إيجابية. كثير مننا بنعمل شغلات نقول لا أنا عم ربيه صح لابني، بتكون هي كثير لها آثار سلبية، هلا رح نحكي عليها فيما بعد. فالطريقة المعاملة الوالدية هي أنا أسلوبي وطريقتي، كيف أنا بتعامل مع ابني، كيف أنا بتواصل مع ابني لوصل له الفكرة، لوصل له الطلب اللي أنا بدي إياه منه. بتروح بشقين، سلبي وإيجابي. سلبي وإيجابي، سلبي غير سوي، غير منطقي، وإيجابي سوي. طيب قبل ما نفوت بالتأثيرات اللي كان سلبية أو إيجابية، في أنواع للمعاملة؟ تمام، خلينا نحكي عن أنواع هيك ونبسط أكثر بالمعلومات. تمام، أنواع المعاملة الوالدية رح أدخلها هي وآثارها بنفس الوقت. نحكي عن كل نوع وآثاره لحتى نعرف نحن فورا أنه شو الطريقة اللي نحن عم نستخدمها وكيف تأثر على ابني لبعده. رح نبدأ بداية بطريقة المعاملة، طريقة المعاملة السلبية اللاسوية عند الوالدين. بنبدأها بالإهمال. الإهمال اللي هو بيروح لشقين، أنا إما ما بشجع السلوك الإيجابي والسلوك الاجتماعي والسلوك المرغوب عند ابني، يعني شو ما عمل عادي
ما بشجعه، لو عمل شغلات منيحة عادي ما بشجعه فيها، فهون بيدوب السلوك وما عاد يتكرر لأنه أنا ما عززت له إياه. ثاني شيء السلوك السلبي بتلاقي عم يعمل سلوك بشع وسلبي وما حدا التفت له وما حدا انتبه له، فهو بيضل يمكن يكرره لأنه ما حدا عاقبه عليه، ما حدا قال له لا. أصلا يمكن ما بيعرف إذا صح أو غلط. تماما، فهو هون شو آثاره؟ ما بيقدر الولد يميز بين الصح والغلط. ثاني شيء بيتعلم الولد القلق، بصير عنده قلق وخوف وعنده إحباط، ما حدا عم يشجعني، أنا شو ما عملت؟ جبت العشرة مثل السبعة مثل الثمانية، نجحت مثل كأني رسبت، رتبت تختي مثل كأني ما رتبته. طبعاً. تماماً هذا الإهمال، واللي هلا زايد كتير بسبب من نقول ضغوط الحياة الكتيرة اللي صارت عند الأم، واضطرت الأم والأب يشتغلوا بنفس البيت، يتجهوا للحياة المهنية أكثر، فبيصير عند الأب يعني بيبيعتوا الأولوية والأهمية، لأنه أنا كيف بدي أدخل مردود مادي لبيتي؟ بدي أمن أولادي، يعني تماماً. هو بيضل الهدف هي أنه حماية الأولاد، بس ننسى الحالة النفسية. إيه صحيح، بس ننسى الحالة النفسية وننسى أنا كيف هلأ ابني عم بيتشكل عنده سلوك صح ولا سلوك غلط. تمام، هاي الإهمال. نتجه للسلوك الثاني اللي هو أسلوب المعاملة الثانية اللي هي الإفراط والحماية الزائدة. اللي بتلاقي الولد كيف ما اتجه أمه معه، هي اللي بدها تطعميه وهي اللي بدها تشربه وهي اللي بدها، حتى لو كان طفل بعمر ال 14 وال 15 هو قادر يقوم يرتب، هو قادر يقوم يكتب واجباته لحاله. تماما، بطريقة مبالغ فيها. هلا شو بيصير عنده؟ بيصير عنده شخصية اتكالية بوين ما راح. نحن اول ما حكيتي قلتي انه نحن اول مؤسسه بيبنى فيها الولد هي الاسره، بس بعدين ما بده يتجه ويروح على مؤسسات ثانيه. هون صدمه يمكن دليلها. تماما، هلا بيروح على الجانب المهني على عمله، معقول يطلب من رفقاته امه انتوا اشتغلوا عني؟ هي اكيد حتصير، اكيد حينصدم. ليش؟ لانه هو شخصيه اتكاليه، ما انا معلمته يستقل، ما انا معلمته امه او والده او حتى مقدم الرعايه. هلا نحن بسبب الازمه اللي صارت بالبلد يمكن يكون الولد مو عايش مع والده او والدته، عايش مع سته، مع خاله، مع عمه. تمام، فنحن عم نحكي على مقدم الرعايه، يعني لازم مو ننتبه بس ام واب، كمان في عنا صار عنا سكن مشترك مع اقارب، هلا بدنا نحكي عليها هي بتذبذب بالمعامله بالاسلوب الثاني. خلينا هلا بهذا الاسلوب هو الحمايه الزائده، هي بتفكر حالها انها هي كثير عم تحميه، عم تعمل كثير شغلات ايجابيه بالنسبه له. بالعكس، هي عند اي موقف ضاغط الولد رح يفرط، رح يكون عنده حساسيه زائده لاي كلمه بتجي من غيره، لانه هو عنده عدم ثقه بالنفس، هو متكل على حدا عم يقوم له بكل واجباته. الاسلوب الثاني اللي هو حكينا هو التذبذب بالمعامله، على نفس السلوك على نفس التصرف اللي عم بيقوم فيه الطفل، مره بيتعاقب ومره بيتكافئ ومره بينسى. لاعطيكي مثال، مثلا كسر كاسه بالبيت، مره الام هون تلعب فيها الحاله المزاجيه والحاله الوقتيه، هي معصبه تعال معصبة. رواق كيف هرموناتها؟ تمام، ولا يهمك ماما سلامتك، المهم انت ما تاذي حالك. مرة تانية بتكون معصبة أو متضايقة، أو الأب معصب متضايق جايه خبر بشع، فبيجي الكف للولد ما بيعرف من وين إجا وليش إجا. كتير نحن منعاقب أولادنا من بيعرفوا السبب، أو كتير مثل الغلط دليدة، يعني نحن عم نضربه أو عم نخانقه، طب ما يعرف ليش، ممكن بالحوار تنحل القصة. تماما، نحن كتير من الأوقات منلاحظ أنه أهالي عاقبوا أولادهم أو كافأهم على تصرف، بس هن ما عرفوا ليش هن تعاقبوا، ما عرفوا أنا ليش انسحبت مني مثلا الخرجية، ليش أنا منعت من زيارة فلان، ما بيعرفوا، بس بيعرفوا أنه أنا تعاقبت. أهم شيء بتعديل السلوك، لأنا أقدر أعدل سلوك ابني، علمه وقل له ماما هذا الشيء اللي أنت عملته غلط، لو عملت هيك كان هو السلوك الصح، لحتى يعرفوا انت تعاقبت بسبب هذا الشيء. خلينا بآثار التذبذب بالمعاملة، مرة عاقبته مرة كافأته، أخذ التسعة. بس دليدة كمان هون يمكن لما الأب بيكون له رأي والأم بيكون له رأي مختلف، هذا اللي جاي كمان بالمعاملة كمان. يمكن هذا بيكونوا بيتفقوا، أحيانا بيتفقوا أنا بشد وأنت أرخي. تمام، كتير غلط. تمام، كتير غلط، لازم يكون بالبيت في قواعد. طيب بصير مشاكل بين الزوج والزوجة بسبب الأولاد، انه ممنوع تضربيه، ممنوع تضربيه، ما بسمح لك حتى بالسكن المشترك. هلا اي قاعده عند حماتها مثلا او عند بيت عمها او عند امه هيك، فهي بتتدخل، بتقول لك التدخل الاخرين بتربايه اولادنا كثير كمان صعب، وكثير بياثر انه على فكره التذبذب بالمعامله. بيطلع الطفل من اثاره السلبيه مراوغ،
بيكذب لانه هو ما بيعرف رح يتعاقب ولا رح يتكافئ، فبيصير عنده مراوغه وكذب وعدم ثقه بحاله وعنده كراهيه للوالدين لانه انا ما علموني ما بعرف شو. انا بنفس التصرف عم اتعاقب، نفس التصرف عم اتكافئ، اخذت التسعه اكلت كف، اخذت التسعه برافو احسنت يلا بكره بتجيب العشره، تمام؟ فهون عنده مراوغه عنده كذب. طب هون شو المفروض الاهل يتصرفوا؟ هن بوضع اجتماعي وبوضع مادي وبضيقه مثل ما بنقول نحن، يمكن ما يكون في حل غير انه نعيش مع بعض. اوقات الست والجد اللي هن يمكن اكثر شيء بيدللوا الولد، وهون يمكن مثل ما بنقول الكارثه الكبيره لما هو بيعرف انه ملجأه وامانه وكل شيء قال الست والجد، كل شيء لا للاب والام. فهون كيف بدنا نتعامل مع هي الحقيقه قواعد. الواقع يعني بدنا نحط قواعد بالحوار بالنقاش بالوسائل الاقناع، بدنا نحط قواعد يمشي عليها البيت. بيت بلا قواعد، انا كمعالجه نفسيه او اختصاصيه نفسيه اول ما افوت لاستلم حالي فورا بدي اسال على قواعد اللي حاطينها ضمن البيت، في قواعد ولا الولد شو ما عمل عادي؟ الولد نام بكير عادي ولا نام على وقت متاخر عادي؟ بدي اعرف قواعد ضمن البيت، بس كان في قواعد الولد بيعرف امشي هيك ولا امشي هيك. هلا هاد بالبيت الواحد، ولكن انت وقت اللي بتكوني بوضع ثاني انت اليوم ما فيكي تفرضي هدول القواعد على الناس الموجوده وخصوصا الجد منا نداري قدر تيتا وجده، يعني هنن الاشخاص اللي بيقول لك انا احترمهم لانه هن انا الي في اكثر منك، يعني انا هيك بدي ربي، فالام بدها تربي بطريقه والاب بده يربي بطريقه، فبضيع الولد هون وين بروح اخر شيء. بدنا نقدر نعمل قواعد ضمن العيله الوحده انا وياه وابوه، انقلها للاخرين عن طريق الحوار النقاش، بين لهم الاثار السلبيه الشيء اللي هن عم اللي عم يعملوه بطريقه حلوه، في تواصل حلو، تواصل ايجابي وتواصل سلبي. يمكن انا لما اقول لك يا انسه كذا كذا باسلوبي بابتسامتي وصل لك فكره انه انا ماني متضايقه منك، ويمكن لما لا تتدخلي بابني مع عبسه ومع صوته ونبره الصوت ولغه الجسد بتكون كثير سيئه، فهون انت عم توصلك فكره سلبيه، عم توصلك رساله مني بطريقه سلبيه، وهي نفسها هي نفسها طريقة تواصلي أنا مع الآخر. كيف بيجوز أقعد مع أمه لزوجي إلا أنه أنا ابني كذا كذا استشرت اختصاصية وقالت لي الاختصاصية أنه ابني إذا أنتوا دخلتوا في أنا وأمه وأبوه وعطينا عدة تعليمات الولد رح يضيع، الولد رح يطلع مراوغ كذاب كذا كذا له أثار نفسية كتير، فشو رأيك أنا وياكي نتشارك مع بعض لحتى نطالع فرد سوي كتير حلو، وهيك ما رح تزعل. كتير حلو هذا الحكي، بس كمان دليلة يمكن الطفل وشخصيته، وخاصة اليوم رشا قد ايه بتشوفي هدول الاولاد شخصيتهم كتير قوية مثل ما بنقول. هلا كل هذا الجيل بتحسي هذا الجيل، هي الكلمة هي القاعدة انه هن اصحاب شخصية فعلا قوية. هون في الطفل يمكن العنيد يلي نحن قد ما حاورنا ممكن ما يستجيب، قد ما كافئنا وقد ما عاقبنا. هلا بدي ارجع لاسلوب ثاني من اساليب المعاملة اللي بدنا نعملها، نحن بدنا اسلوب ناجح. اسلوب هلا رح نحكي عليه، في اسلوب اخر رح انوه عليه لانه كثير شايفته انا من ضمن الحالات اللي بتواجهنا بهي التفاصيل. هي التفرقه بين الاولاد، اللي اجاني الولد الذكر على مجموعه اناث او اجتني البنت الانثى بين مجموعه ذكور. بس ما ضروري، احيانا بيكون طفل واحد بالبيت. نحن ما بنعمم، يعني انت من خلال اختصاصك ملاحظه انه اليوم هذا الجيل كثير عنيد، لا حوار عم ينفع معه ولا عقاب ولا ثواب، لانه نحن عودناه نعطيه كل شيء بسهوله. ايمت نحن لازم بعطيه الايباد، ماما اقعد ساعات عيلا اقعد بس اخلص انا من همه، بس اخلص انا من همه. ومن في عندنا كثير من الاساليب اللي هي ايجابيه اللي هي سويه اللي بتوصل للصحه النفسيه وبتوصل للطفل للتوافق النفسي والاتزان طبعا بين قوسين دليده بدون ضرب، يعني ما بدنا هي ما هلا انت قلتي الولد مرايه مرايتنا نحن مثل ما بنعامله بيعاملنا. معقول انا ابني كون عم اهتم له وعم اصغي له مو استمع له؟ الاستماع انه ايه هزله براسي واعمل حالي، اصغي له بلغه جسدي بسمعه اعطيها مهامات، ماما انا معك تفضل كمل انا حاسه فيك انا قادره اتفهمك على الصح وعلى الغلط مو بس على الصح. مستحيل هو يطلع شخص عنيد عنيف عنده مشاكل سلوكيه. كثير من الاهالي بيجوا لعنا عندهم اولادهم فرط نشاط زائد، مشاكل سلوكيه، عندهم خجل، عندهم عناد مثل ما عم تتفضلوا، عدوانيه، ما بيشوف ولد الا بده يحطه، بده يرفسه، بده يركله، بتوصل معه لحتى هن يحرقوا كمان بيتهم او الممتلكات العامه، عندهم اذى. تمام، فانا كيف بدي انا اتعامل مع ابني بهي الطريقه؟ كيف بدي افهمه او اتواصل معه؟ مثل ما قلتي هي مرايه، هي مرايه، انا بدي ابني علاقه صح. في عندنا شيء اسمه دائره العنف، لما يجي الاب على البيت وهو معصب ومتضايق من رئيسه بالعمل ومن مديره بالعمل وما يقدر يرد عليه، بتقدري تردي على مديرك بالعمل؟
او توضحي له انه انا ماني غلطان او 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 فهو بده يجي بمين يتفشاش. في عندنا شيء اسمه كبش الفداء، فبدها تطلع المدام بالبيت. قدامه المدام فيها ترد عليه والله فيها بيبي احيانا فيها احيانا فيها واحيانا كثير بمجتمعنا بتقول لك كرمال اولادي او بدي ايه بس هلا يعني ما هي مضغوطه مثله فهي بمين بتروح بتنفش بالولد الاصغر منه والولد بابنها الكبير او الابن اللي بتحسه اضعف حدا بين اولادها والولد بيروح بيعنف اخوه وبتلاقي اطفال ما قدران تعنف حدا فبتلاقيه عم بتمزق العابها عم ما بجيب له لعبه يا انسي الا بيكسرها. طب مو بدك تعرفي ليش؟ معناها الطفل ما هو قادر يعبر. كثير من الاساليب اللي هلا رح نحكيها سويه وايجابيه هي الاسلوب الديمقراطي، اني انا اعلمه على الحوار والتشاور، اسمع له اصغي له وشاوره وحاوره انا وهو ومجموعه هو واخواته هو واخواته ضمن البيت واعطيهم نفس المكانه، المكانه السويه بالاستماع وبالاصغاء. تمام. غير هيك في عنا الاسلوب اني اتقبله، اتقبل ابني، اتركه يحكي بحريه، اسمع له، اصغي له، افهم شو هي حاجاته، شو هي رغباته، لانه الطفل اذا ما فهمنا حاجاته ورغباته وما قدر يعبر ببيته رح يكبت، رح يطلع لوين؟ لا لا رح يلاقي، نحن كلياتنا بحاجه للاخر. نحن منا نعبر، منا نحكي، منا نعبر عن الشيء اللي زعجنا او عن الشيء المحبوب. هيك بنلاقي الطفل عدواني مع رفقاته. لوين بيروح؟ تماما بيروح على رفاق السوق، بجوز يروح يحكي لام رفيقه، بيروح يحكي لحدا ما يسمع له، فليش انا ما اسمع ابني واهتم لحاجاته ورغباته لحتى ما يقدر يطلع، لحتى ما حيجه يطلع لبرا البيت. اكيد اليوم معلومات كثير مهمه وهذا الموضوع قد ما حكينا فيه بنبقى بحاجه لنصائح. طبعا. ودائما نقول بدنا حلقات رشا بدنا حلقات عايزه موعظه ان شاء الله. ودائما طفلنا بس كبر يعني كمان اهل اول ما غلطوا وقت بيقالوا بس كبر ابنك يعني خاوي يعني اليوم اسمع له فهمه شوف شو حاجاته رافقه. نحن بين كل فتره وفتره عم تختلف حاجاتنا، يمكن اللي يعجبك اليوم ما يعجبك أكيد. بكره صح. شكرا اليوم لحضورك وصباحك حلو على طول. شكرا كثير. شكرا لك دليدا مرة ثانية وعلى كل المعلومات.